الإليزي يعلن استقالة رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب. المعارضة التركية ترفض قانون أردوغان الخاص بالمحامين. بريطانيا تبدأ رفع التدابير الحجر الصحي المفروض على بعض الوافدين إليها. الحادية عشر صباحاً، التاسعة بتوقيت جرينتش، موجز لأهم وآخر الأخبار يأتيكم من القاهرة. أهلاً بكم. في البداية نرجو من جميع المصريين أخذ الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، احمي أهلك واحمي بلدك. أعلنت الرئاسة الفرنسية استقالة رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب، وستواصل الحكومة الحالية تصريف الأعمال حتى تعيين حكومة جديدة في تغيير يريده الرئيس ماكرون، الذي كان قد أعلن عن رغبته في تشكيل فريق جديد للسير في طريق جديد للجزء الأخير من ولايته حتى الانتخابات الرئاسية في 2022. بدأ البرلمان التركي مناقشة مسودة القانون الذي قدمه حزب العدالة والتنمية الحاكم بعد إعداده، وحليفه حزب الحركة القومية المعارض، لإجراء تعديلات على قانون المحاماة وسط رفض نواب المعارضة. وتسمح هذه التعديلات بتكوين نقابات متعددة للمحامين في كل ولاية من ولايات البلاد، بدلا من تشكيل نقابة واحدة فقط في كل ولاية. ويرى المعارضون أن التعديلات الحالية هدفها إضعاف نقابات المحامين وتحجيم دورها. أودى فيروس كورونا بحياة أكثر من 424 ألف شخص في العالم، وبلغ إجمالي عدد الإصابات 11 مليون إصابة في 196 بلدا ومنطقة منذ بدء تفشيها، فيما تعافى 6 ملايين. كشفت الحكومة البريطانية عن الإعفاءات الأولية لنظام الحجر الصحي المطبق لمكافحة فيروس كورونا، وتتعلق بالوافدين من ألمانيا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا اعتبارا من 10 من يوليو. وأوضحت الحكومة البريطانية أن هذه الإعفاءات لا تسري إلا على الوافدين إلى إنجلترا، وسيتم فرض حجر صحي إلزامي على الوافدين إلى اسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية تحت طائلة فرض غرامة مالية. وتنتظر الحكومة البريطانية من الدول المدرجة على لائحة الإعفاءات أن ترفع هذا التدبير عن الوافدين من بريطانيا. زار نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس ولاية فلوريدا بالتزامن مع تسجيلها أكثر من 10,000 إصابة جديدة بفيروس كورونا في أكبر زيادة يومية في الولاية منذ ظهور الوباء. وعقب مباحثات أجراها مع حاكم الولاية، قال بينس إنه سيتم تعزيز الأطقم الطبية في فلوريدا وتجهيزها بالمواد اللازمة لمواجهة الفيروس، داعيا مواطني الولاية إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية والتباعد الاجتماعي. أعلن وزير المال اللبناني غازي وزني أن محادثات بلاده مع صندوق النقد تم تجميدها في انتظار بدء إصلاحات اقتصادية. من جانبها أفادت مصادر لبنانية رسمية بأن وزير المالية سيظل على اتصال مع صندوق النقد الدولي لحين استئناف المحادثات. وتعثرت المحادثات بسبب نزاع بشأن حجم الخسائر المالية التي نشأ حولها اختلاف بين الحكومة والبنك المركزي والبنوك التجارية وأحزاب. أكد مفتي الجمهورية شوقي علام أن يوم 3 من يوليو عام 2013 كان يوما فارقا في تاريخ مصر الحديث، عندما أعلن المصريون عدم رضائهم بتمكن الإخوان من السلطة. وأضاف المفتي في الذكرى 7 لـ 3 من يوليو أن الفقهاء قرروا أن ولاية السلطة السياسية عقد اجتماعي رضائي بين الشعوب والحكام، وأشاد بالقوات المسلحة التي تحرك بإيجابية ووقف قادتها بشجاعة وشرف لإعلاء مصلحة الوطن. نهاية الموجز. لمزيد من الأخبار تابعوا موقعنا الإخباري extranews.tv. شكرا جزيلا وإلى اللقاء.